رجعت الدنيا. فاليوم رجعت الدنيا ليتوب أجيب اليوم الأزرق المرة الثانية على التوالي. فني أهمها لأننا على هذا العمل، العمل جبار لكفه به جميع الشركاء، إنجاز لكذلك العمل موحد، تسييد الأهداف الموضوعة بالطرف مؤسسات محمد الزايد لحماية البيئة، كذلك دعم المستمر لمؤسسة طنجة المتوسط. عمل موحد لأطر جمعية الساحل للتنمية والثقافة. الحمد لله تم اليوم رفع اللواء الأزرق بشاطئ الدالية للمرة الثامنة على التوالي بحضور السلطات الإقليمية وتحت إشراف السيد العامل عامل إقليم الفحص أنجرة الذي يقوم بمجهودات جبارة باش يكون الشواطئ ديال الإقليم فحص أنجرة في أحسن حلة. وخير دليل شاطئ الدالية الحمد لله اللي كيتميز بعدة مرافق ولا من الجودة ولا من التسيير ديال هذا الشاطئ هذا، وبدعم من مؤسسة طنجة المتوسط تحت إشراف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والتسيير ديال جمعية الساحل للتنمية والثقافة لهذا الشاطئ، مشكورين حتى هما. صراحة شاطئ الدالية كتعتبر من احسن الشواطئ المغربيه، لا من ناحيه المياه ديالو الجذابه والرمال ديالو الذهبيه ولا المرافق كما قلنا، المرافق اللي كيتميز بها والمصطفين الحمد لله اللي كيجيو لشاطئ الدالية اللي كيزوروا شاطئ الدالية كيخرجوا هما فرحانين وعجبهم الحال تبارك الله. اول حاجه اليوم هنا جد سعداء بهذا التتويج هذا اللي هو التتويج الثامن على التوالي باللواء الازرق لعلامه الجوده من طرف مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه. هذا التتويج هذا جاء نتيجه ديال المجهودات اللي كنبذلوها، يعني صراحه هذه المجهودات اللي مجموعه ديال الشركاء اللي انخرطوا فيها وعلى راسهم مؤسسه محمد السادس على الدعم ديالها والاشراف ديالها، بالاضافه الدعم ديال السيد العامل صاحب الجلاله اقليم فحص أنجرة على المجهودات ديالو عاود اللي كيعطي اولويه لهذ الشواطئ هذه لذات الاعتبار ديالها، وصراحه وكيعطيها الامور اللي كتستحق. صراحه هذا التتويج هذا جاء مجموعه ديال التتويجات، يعني من ضمنها ان الشاطئ هذا حصل على جائزه لاله حسنه في اطار في خدمه الاشخاص في ذوي الاعاقه. احنا اليوم جد سعداء صراحه، هذا الشاطئ هذا دائما هو نقطه مضيئه في هذه المنطقه هذه ونقطه مضيئه في هذا الاقليم، وكنتمنوا من الله عز وجل اننا نزيدوا في العطاء ونزيدوا نحافظوا على هذا اللواء. كنجي بزاف هاد الشاطئ الدالية لأن كاين فيه شي حويجات زوينين للناس المعاقين. بالنسبة لهاد الشاطئ بأن كيعاونوا الناس المعاقين باش يدخلوا للبحر، عندهم واحد سميتو بحال الحديدة كيدخلوا بها الناس المعاقين باش يعوموا بها. وانا كنجي من القديم انا الدالية لأن ما كاينش شي مدينة في المغرب بحال الدالية،
هي اللي موفر فيها هذه ديال الناس المعاقين باش كيدخلوا يعوموا وكيدير لهم بلاصه ديالهم في الشاطئ، وما كاينش اللي يهضر معاهم، ما كاينش اللي يتكلم معاهم، وكيتهلاو فينا تبارك الله عليهم، وكندوزوا النهار. ولا جات معك العائله حتى هي كتكون معك العائله، هذا هو اللي كاين. تبارك الله عليكم وكنشكركم اخويا بزاف. احنا جينا من سياحه مدينه العرايش، جينا شاطئ الدليا اللي كيتميز بالجماليه ديالو، يعني بالباراسولات، بالربله، بالمياه الزرقاء، المصطفين، الناس نقيين، الناس مؤدبين، وكنتمناو من المسؤولين مدينه العرائش انه يهتموا بالشاطئ ديالنا باش يجيو له الناس والمصطفين من جميع انحاء المغرب. طبيعه الحال هو الشمال كامل من اجمل، يعني هو الشاطئ غزال بصراحه، ولكن بالنسبه لنا المنطقه الشماليه، يعني من القصر الصغير وانت غادي المضياق، الفنيدق، يعني المرتيل، من اجمل المدن المغربيه. يعني اللي بغى يجي الشمال راه بحال اللي كيتسارى في اوروبا، يعني راه كنقولوا انا الشمال، يعني راه انا بالنسبه لي احسن من اوروبا. بالنسبه لشاطئ الدالية، شاطئ ممتاز، تيتميز بالناحيه ديال النقاء، وبلايص مزيانين فيهم، ما كاينش ديرونجمون ديال الناس اللي بارزيت. وبالنسبه البحر ديالو، بحر هادئ ومزيان للدراري. كنصح به الناس باش يجيو لهاد الشاطئ هذا، لحقاش كيتميز بواحد الهدوء، بواحد ما فيش المخاطر بحال الشواطئ الاخرين اللي كيكونوا كيطلعوا على البحر الابيض المتوسط. البحر غزال ونقي، وكاين فيه تلعب هنايا، لا لا في ديالها مزيونه، وكل شيء مزيان، وموقر ومزيان. الوليدات كتجيبوا الوليدات؟ اه كنجيبوا، حنا ما جينا من الخارج، كنجيب برجيكا كل عام. كتجيو هنا؟ كل عام كنجيو هنا، وكنجيو الدالية. فرانشمون بحر مزيون، بحر مزيون وموقر، والعواول ما تخافش عليهم. حنا مهاجرين من المانيا، كتعجبنا الدالية، الجو زوين. ايوا الحمد لله كلشي مزيان. مرحبا بنا يا باراسولات، فيها الالعاب، اللي بغى يجي من المانيا مرحبا به، راه كلشي زين هنايا. لا البحر زوين تبارك الله، ما شاء الله، زعما كلشي مزيان، الجو مزيان، الاستقبال حتى هو مزيان الحمد لله. كل عام كنجي للداليه، وان شاء الله العام الجاي والعام اللي من موراه حتى الموت.